ازيك يا كيبو؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. مبسوط قوي ان احنا في البوس النهارده، حاجه جامده، بنقدم عظمه النهارده. حاجه اول مره تحصل بان وزاره الشباب والرياضه تاخد خطوه في ان هي تبتدي تحط الموتور سبورت وسط الرياضات اللي موجوده النهارده. طبعا حاجه تشرف، يعني حاجه جميله جدا. ومبسوط ان احنا كمان بقى يعني بقى محترف بينا حقيقي وسط الرياضات بتاعت مصر، وبقى لنا يعني حاجه اوفيشال يعتمد عليها، بقى منظر حضاري، بقى حاجه تطلع كمان لبره. طبعا اكيد. يعني حبيبك يبقى احنا عايزين بقى نسال على السيت اب بتاع العربيه بتاعك. تمام. هي بيزد اون ايه؟ وهل هي مثلا يعني كانت ايفو ولا انت حولتها من حاجه لحاجه؟ فانت معاك بقى المايك، انت تدينا كل المعلومات بتاعتك. بص، دي ايفو اوريجينال، واحده من خمسه في مصر. بتبقى كلها الومنيوم عشان اللايت ويت. مفيش ايفو بيبقى فيها فتحه سقف، عشان الناس بتيجي تسالني دي فيها اولى ولا فيها ثانيه ولا فيها ثالثه. الموتور 4B11T. بتيجي ستوك. طبعا هي دلوقتي وقفوا انتاجها، بدات من 2008 وقفوا انتاجها في 2014، وملحق 15، يعني في موديلات 15 ملحق بس مش اكتر. بتفرق الموديلات الاخيره ان سقفها بيبقى بانوراما. تمام. بانوراما اسود. تمام. بس هي ايفو اوريجينال. ايفو اوريجينال. تمام. بالمسمار العربيه، حتى فابريكا من اولها لاخرها الحمد لله ما شاء الله. طب بالنسبه مثلا للسيت اب بتاعك، متونه حاجه، في حاجه معينه، سيت اب معين؟ هي كانت جايه 300 حصان ستوك. احنا دلوقتي واصلين بيها الحمد لله الهاي ماب ستوك انترنال ب 435، متونه عند بي بي اي ووتر ميثانول، وعليها دي 2 اير سسبنشن. فيها طبعا اغلب القطع اللي موجوده كربون اوريجينال من بره. فيها الفوانيس اللي قدام واللي ورا برده قطعه واحده موجوده. الطاره اللي موجوده عليها قطعه واحده، مفيش منها تاني. الفيبر بتاع العدادات بالعدادات اللي فيها، بتاع البوست وبتاع الحراره بتاع الكلام ده كله، قطعه وحيده. سيستم اللي عليها بتاع الاير سسبنشن الدي 2 ده برده تقريبا الوحيد اللي موجود في مصر. يعني ما شاء الله 3 كاتيجوري، ده اعلى واحد وده الوحيد اللي موجود راكب في عربيه. جميل ما شاء الله. لا بالنسبه للتيولينج كل حاجه. بالزبط. طب سؤال كيمو برده، عربيه خدت منك يعني تقريبا وقت قد ايه؟ بص، العربيه عشان توصل للليفل اللي انت فيه. العربيه دي ما خدتش مني وقت زي عربيتي اللانسر الشارك القديمه، لان الشارك انا كنت تعبان فيها فعرفت خبايا، اتعلمت في التانية. انا دي تقريبا اول ما اشتريتها قعدت معايا 6 شهور عقبال ما ابتديت ان انا عايز اطلعها للشارع تاني، يعني من 6 ل 8 شهور. طبعا لسه شغالين يعني، بس عشان ابتدي اطلعها للنور كان 6 شهور. وكان السيت اب بتاعك كامل، كل حاجه كامله. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للبورتس، يعني خدت معاك في كان فيها مشاكل انك تجيب الحاجه مثلا من بره او تلاقيها؟ لا، انا بطلب الحاجه كلها اونلاين، من كل حاجه بطلبها من الشركه بتاعتها، مش 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 من اي باي وعلي بابا والكلام ده. يعني الفوانيس من فيلاند بجيبها من فيلاند، اللبس ضم لو من فارس بجيبه من فارس، الكابوت من فارس بجيبه من فارس. ما شاء الله. بس بتطلبها طبعا، والشحن على حسب ما انت طريقتك للشحن ازاي. بتدفع جمركك عادي جدا. طبعا الفتره دي الدولار سعره عالي جدا، فمحدش بيجيب حاجه الفتره دي. لا حقيقي. بس في حاجه مثلا اعتمدت عليها هنا في السوق المصري من اكسسوار او حاجه افتر ماركت اعتمدت عليها؟ ما اظنش اي حاجه هنا خالص، مفيش اي حاجه معايا هنا موجوده جايبها من مصر. يعني كل قطعه اوريجينال من بره زي ما بيقول الكتاب. الساحه لحد الحزام تكاتر. ما شاء الله. طيب انت كنت عايز تورينا حاجه ورا في العربيه، فرق ما بين حاجه وحاجه تاني. انا كنت عايز اعرف الناس الفرق بين الايفو واللانسر شارك. حلو. بس طيب اولا لو هنبدا من الوش، ماشي. لو لقينا انتر كولر قدام، وارد جدا تكون ايفو، وارد تكون لانسر شارك معموله الرالي ارت. الرالي ارت هي الاقل من الايفو، توربينا وتي دي او، تي دي او 4 وكورونا اصغر شويه. تمام. لو جينا من الجنب هوريك برضو حاجه من الحاجات الفوارق بين الايفوليوشن وبين اللانسر شارك. عندك سوكه السقف دي زي ما انا قلت في الاول، مفيش ايفو فيها فتحه سقف. السوكه دي واحده من الحاجات الاساسيه جدا في الايفو، تلاقيها دايما بارزه كان الجسم كله معصور فيها، متجمع هنا. تمام. في الحته دي زي فن كده او زعنفه كده زياده طالعه، يعني تجميعة الالومنيوم، لان ده مش صاج زي العربيات الثانيه سهل يتحكم فيه، تجميعة الالومنيوم معصوره هنا. تمام. الفخده دي بتكون وايت بادي بتاعها اوريجينال، هو مش متعرض. مش ده انا اللي مركب الوايت بادي ده. تمام. لكن ده اوريجينال بيجي كده واخد البومبي ده. تمام. اتكلم برضو لو من جوه في فروق في ايه. العربيه الايفو بتنزل اوريجينال عليها كراسي ريكارو، فيها سخانات، فيها اير باجز، الفتيس اس اس تي دول كلاتش،
ست سرعات. في عندك 3 مودز للفتيس، عندك النورمال والسبورت والسوبر سبورت، وعندك انت بتتحكم كمان في الاستاتيك وانت ماشي بين الرباعي بتاعها، بان انت تتحكم ان هو تارماك ولا جرافل ولا سنو، لان هي بتنزل في امريكا وبتنزل في شرق اسيا شرق استراليا، وكل بلد بتستخدمها في مود معين، لان لو انت استخدمتها سنو العربيه تتحرك كلها كتله واحده عشان السنو ما يلفش العربيه، التلج مفيش تحكم على التلج. الرفرف متغير فايبر عشان يبقى لايت ويت، الكبوت كربون فايبر عشان يبقى لايت ويت، ده كبوت فاريس. تمام ما شاء الله كيمو، كان ريفيو حلو وانا يعني مبسوط ان احنا وصلنا للحته دي، مبسوط بالعربيه ما شاء الله ان هي يعني معدلها او ظابطها زي ما بيقول الكتاب، عربيه ما شاء الله جميله جدا. انا مبسوط ان احنا وصلنا للحته دي في التعديل، بقينا بننافس على حاجات بره، بقينا يعني احسن من بره كمان بامكانيات طبعا حلوه كويسه وكل حاجه، بس طبعا بتقابلنا صعوبات في التعديل والكلام ده عشان خاطر يعني الاستيراد والحاجات دي، بس انا مبسوط جدا ان انا عملت معاك كمان الريفيو ده، ان شاء الله يا رب دايما في التقدم كده وحاجات كويسه حبيبي، بالتوفيق وانا مبسوط اكتر، وان شاء الله نشوفك دايما ناجح ومطول حبيبك. شكرا.